احنا رانا نشموا العبيق تاع الصحراء تاعنا، الصحراء الجزائر الكبرى. عندي انا تقريبا ما زرتش تيميمون درك منذ حوالي 35 سنه، مالكي شفت الجماعه اللي هنا تاع تيميمون، الحنين تاع تيميمون هذا جبنا ذكريات الماضي. هذا اولا، وثانيا فرحان جدا لان معايا ابن اخي من فرنسا، مهاجر فرنسا، عنده 13 سنه ولا هنا معكم في غربه، جبته لهنا باش يشوف البلاد تاعو، التقاليد تاع بلادو، الذوق تاع بلادو في 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 جميع المذاقات. او هذا سي فتحي، ولد هذا سي فتحي، جبن غوتي لو تي لي مانيفيك. فوالا سي مون روتور الجي ابري 11 اني دابسونس. الحمد لله جي بي روفوار مون بلاد. الحمد لله لي تراديسيون، لي تراديسيون دو تيميمون دالجيري. فوالا ريحه البلاد مليحه. مليحه تري تري بيان. فوالا سي ان تري بون اير، الي ميور كو سيلوي دو لا فرانس. على كل حال، احنا جماعه الصحراء هذو، انا كان يعني كنت مرتاح لانني في الصغر تاعي بزاف مشيت تندوف بالشار، تغيت تيميمون، جيت لها عن طريق العبادلة، كرزاز العبادلة والمنيعة، هذو كل زرتهم. لكن عندي مدة قلت لك أكثر من 35 سنة، كي شفت الجماعة اللي هنا جابني الحنين واش لاش ندير وقفة هكذا مع العبق تاع بلادنا العميق الجزائر الكبيرة الجميلة، اللي دوك راهي يصب الشتاء، كون نروحوا لتيك جدان نروحوا نديروا شوية تزلج على الثلج، كات سيزون نهبطوا الجنات نديروه على الرمال، وربما عند الجماعه اللي عندهم لزون ربما نعوموا حتى في هذا الوقت. الجماعه ان شاء الله شكرا. هنايا جينا من تيميمون، عندنا الصناعه التقليديه بكل انواع واشكال نتاع اليد ونتاع لاتاي وفضه ونحاس وكل شيء، وكل شيء كاع جميل، كل شيء يعبر عن تقاليد وعادات وتقاليد العادات نتاع الجزائر ونتاع جنوب الجزائر وكل شيء. جينا هنا تبارك الله سقاموا بينا مليح، ما خصنا والو، الحمد لله، تهلاو علينا تبارك الله. الله يحفظ الجزائر ويحفظ السلطات الجزائر، الله يبعد عليه الشر. مشكور. شفنا لتاي، اذا تحدثنا على لتاي الاصلي تاع تيميمون، عنده ميزه خاصه، عنده طريقه سبيسيال للطياب. والله عندنا اتاي تاع تيميمون سما من بكري راهي معروف بلاتاي مليحه وتقاليد وسما اي واحد يذوقها يبغي. رانا مشاركين هنا في هذا المعرض القيم تاع كل المنتوجات الصناعه التقليديه تاع مستوى الوطن، عده ولايات هنايا. احنا جينا هنايا جبنا الزربيه تاع فاتيس مشهوره في المنطقه، وجبنا حوايج تاع الطبوقه والقفف والحوايج القدم اللي مازالوا الانسان يستعملها في تيميمون، ومازالوا النساء الى حد الان مازالوا يخدموا في الزرابي هذو بالمنسج، ويخدموا الزعف نتاع النخيل، يخدموا به الطبوقه، يخدموا به القفف، يخدموا به الاخر. عندنا عادات تقاليد كثيره في المنطقه، عندنا مغارات، عندنا قصور في منطقه تيميمون، وعندنا يعني الاجانب يجوا ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله هذه المبادره تعم ديما في المناسبات هذه،
باش يكونوا ترابط بين الولايات والتعارف بين العادات والتقاليد نتاع مستوى الوطن. وجزائر العاصمة نشكرهم على حسن الضيافة والإقامة، وما شاء الله قاموا بنا ويعطيهم الصحة وبارك الله فيهم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.